ازيكم، انا خالتي جاي تشتغل عندكم. عملت لكم فيديو قبل كده كيف تعرف انك في المكان الغلط مع الشخص الغلط في العلاقة الغلط، وقلنا من ضمن الاشياء اللي فيها ان في مشكلة في التواصل بينك وبين الشخص ده. مثلا انا خطبت واحدة مثلا اسمها فاطمة مثلا، اي اسم، والبنت دي اللي انا خطبتها عندها مشكلة في التواصل، يعني هي عندها الجوال وعندها جوال ايفون وعندها كل حاجة وعندها باقة انترنت وعندها سماعات وعندها شاحن، لكن هي ما بتحبش تتكلم. هي عندها مشكلة في التعبير، عندها مشكلة في النطق، عندها مشكلة في النقاش، اصلا ما بتحبش تتناقش، بتحب تفضل قاعدة في الأوضة طول اليوم وتبكي بس. ده افتراضا ان انا خطبت البت دي والعياذ بالله. فصاحبتنا دي اللي هي عندها توحد، او انا اكتشفت فيما بعد ان هي عندها توحد او عندها كده زي مشكلة في التواصل او عندها رهاب اجتماعي. يبقى كده تعرف انك في المكان الغلط مع الشخص الغلط. العلاقات بتعتمد على التواصل. في واحدة برضو انت خطبتها او هي خطبك او اي حد خطب اي حد، والبنت دي او الشخص ده بيستخبى تحت الدولاب او بيستخبى تحت السرير وفي قلب الدولاب وبيستخبى تحت الترابيزة، والشخص ده خجول وبيستحي وانطوائي وما بيحبش يتكلم وما بيحبش يتوصل صوت وما بيحبش يتصل وما بيحبش يكلم حد، وانسان عليه غضب من فوق 7 سماوات وعنده مشكلة في التواصل. إذن أنت في المكان الغلط مع الشخص الغلط في العلاقة الغلط، وكل حاجة غلط في غلط، زي تهامي باشا لما كان بيقول له كل حاجة غلط، زي القعدة الغلط اللي أنا قاعدها دي. فالعلامة بقى رقم 2 في العلامات إنك في العلاقة مع الشخص الغلط، الشخص اللي ترفضه من البداية، اللي من البداية كده تحس إنك كاره الآدمي ده، من البداية كده أنت مش طايقه، أنت حاسس إن البني آدم ده من البداية كده مش نافع معاك، وهو حاول يتدحلب ويدخل لك كده، يتدحلب شمال يمين شمال يمين لحد ما دخلته في حياتك بطريقة أو بأخرى، وأصبح هذا الشخص له وجود في حياتك. هو كيف دخل حياتك؟ الشخص اللي دخل حياتك بالدحلبة ده، تعرف إنك في علاقة مع خازوق، خازوق متطور. ده بقى الخازوق المغري عليه غيره، لو دخل صعب يطلع او كده هتخرج منه بصعوبة. ده الخازوق المغري فعلا. الخازوق بقى رقم 3 اللي انا بصراحة جاي اتكلم عنه النهاردة، او العلامة رقم 3 انك تعرف انك في العلاقة الغلط مع الشخص الغلط في المكان الغلط وكل حاجة غلط في غلط، انك تتعصب او صوتك يعلى. اول ما صوتك يعلى في المكالمة وتبتدي تسب وتكفر وتلعن، اعرف وتأكد تماما انك مع الشخص الغلط. اي شخص يوصلك لعلو الصوت او يوصلك للنرفزة او يوصلك لارتفاع الصوت، اعرف انك في العلاقة الغلط مع الشخص الغلط. طيب، في المجتمعات العربية الشرقية الإسلاموية في زمن التراب، الله يلعن زمن التراب اللي استمر من سنة 1802 من أيام الولد بتاع فرنسا ده نابليون بونابرت إلى سنة 1980 لحد ما صدمت خانق مع إيران، زمن التراب كان أي حد بيجوزوه زوجوه يعجل أو جوزوه يعقل، فكل الرجال المرضى النفسيين جوزوهم للنسوان، والليل ونهار يضرب في مرته، وليل ونهار العيال الصغيرين يشوف الأب وهو بيضرب في الأم، وأصبحت العيال مشوهة نفسيا ومشوهة جسديا وبحالة بنت 60 كلب. المهم انه ارتفاع الصوت كان دلالة ان اصلا العلاقة دي، علاقة الأب والأم، كانت علاقة سامة، ومع ذلك مستمر، والاستمرار معناها الأذى. استمرار العلاقة السامة معناه الدمار. فما هي النتائج المترتبة على العلاقات السامة؟ خلينا نعمل عنوان الفيديو تداعيات العلاقات السامة. من أسوأ ما يكون إنك تدخل في علاقة مع شخص وصوتك يعلى. أول ما صوتك يعلى اعرف إنك بتزعق وإنك بتصرخ، وإن ابن الحمار اللي قدامك مش فاهمك، الشخص الجحش ابن الجحش اللي انت بتتكلم معاه يبدو إنه مش متفهم لوجهة نظرك، وتبتدي تصرخ بقى وتبتدي تسب وتلعن فيه. طبعا الحمد لله ربنا عطاني لسان 9.5 متر. كل اللي دخلت معاهم في علاقات او كانوا اصدقاء او كانوا زملاء، لعنت ام اللي جابت ام امهم كده على طول. خلاص حاولت تفهمهم مرة واثنين وثلاثة منفعش، فانت مضطر تشتم وتسب وتلعن وتكفر وتسكر وتنكر في اللي جابتهم كده. انت في العلاقة الغلط مع الشخص الغلط.
وهيجي يوم وتنقطع العلاقة دي. ليش؟ لأن من البداية ظهرت لك ريد فلاج، أو ريد فلاج يعني إشارة تنبيه أو علامة أحمر. الريد فلاجز هي الإشارات التنبيهية أو الإشارات الحمراء التي تظهر في العلاقة وتنبهك انك في المكان الغلط مع الشخص الغلط في الاتجاه الغلط، وكل حاجة غلط في غلط. ده اسمه ريد فلاج، يعني علامة احمر. علامة احمر يعني ما تكملش في العلاقة بنت الكلب دي مع الشخص ابن الكلب ده. يبقى دلوقت خلاصة الفيديو في 4 حاجات. اول حاجة ان الشخص ده عنده رهاب اجتماعي وعنده توحد وتخلف عقلي حاد. تاني حاجة ان الشخص ده وبناء عليه عنده مشكلة في التواصل. تاني حاجة ان الشخص ده انا قلت ايه من شوية، قلت انه صوتك يعلى معاه وتحس ان انت بتزعق وبتصرخ. تالت شيء انه الشخص ده يدخل في حياتك بالدحلبة. اعلم يا اخي في الاسلام وفي الايمان انك في العلاقة الغلط مع الشخص الغلط وفي الاتجاه الغلط وكل حاجة غلط في غلط. اول ما يحصل اللي انا قلت عليه ده، عاجلا او اجلا ستنقطع العلاقة الغلط، او استمرارها يعني الضرر لك، المضرة. والحل الوحيد هو الطلاق والانفصال والفراق وانهاء هذه العلاقة، او بيسموها كده قعدة عرق. لازم تعمل قعدة عرق، انك تحط شروط جديدة وتعمل تعهدات وتعمل تعهدات وتعمل رجوع بشروط وتعمل قصة طويلة كده، لو انت حبيت تصلح العلاقة يعني. مع ان انا من وجهة نظري ان خلاص الانسان ده يغور في ده، هتاخده ولا صلح ولا مش صلح ولا اي حاجة، خليه يغور بس. انت اختار من البداية انسان سليم، انسان كده صحيح يعني، سيبك من المتخلفين. يعني مش معقول انت تاخد واحدة او انت تتجوز واحد او اي حد يتجوز اي حد، مش معقول ان انت تتجوز شخص عنده توحد او متخلف او انسان صنم ابن صنم او انسان عنده اكتئاب. انا فاضل دين امك؟ انا فاضي عالجك؟ انجل الله يجلعك. فاضي عالجك انا؟ يعني انا متجوزك وهصرف عليك وعالجك كمان، فضيلك انا؟ وفي الاخر رضينا بالهم والهم مرضاش بينا يا عم محمد. وبناء على كل هذا الكلام، انت اختار صح من البداية. من البداية اختار صح. كل شيء تختاره غلط من البداية انت في الاخر اللي هتدفع ثمنه. انا بنصحك وبقول لك رد فلاجز في العلاقات علشان تتعلم منها. لو تعلمت منها والله هتوفر على نفسك كتير، هتوفر على نفسك مشاكل السماوات والارض، هتحل من نفسك عقد كتير وكلاكع كتير. فليه يا ابن الحلال تدخل نفسك في علاقات حمضانة خربانة ما منهاش فايدة يعني؟